شباب زودي عادلي، زودي عادلي بفضل. تفضلي ريم. وقفتنا اليوم هي وقفة مطلب محق بإقرار زودة عادلة لأطباء الجامعة اللبنانية اللي ما عندهم تأمين صحي، اللي بيشتغلوا 80 ساعة بالأسبوع وأكثر، اللي بياخدوا ديوتيز بأكثر من مستشفى بس ليقدروا يأمنوا الحد الأدنى ليقدروا يكفوا لآخر الشهر. في مستشفيات أخرى بجامعات أخرى مثلا بالأيوبي ببلش ما فوق $1,000، ما عم نقله لأن نعرف وضع المستشفيات. فنحن عارفين اصلا انه محصلين زودي بحدود $100، نحن كان راينا انه ما انه كافي هالشيء ابدا، انه زودي لازم تكون بحدود $200 للاطباء الخريجين. هيدا حكيم خلص عمل شهاده درس كل هالسنين وخدمته اللي عم يعملها خدمه حساسه جدا، فما فيك انت تعطيه $150 او $200 وتقول له زبط حالك. ومع ذلك ارقامنا كانت نحن كثير منطقيه، قلنا للعميد بدنا لهيدا الطبيب $350 وكل سنه اعلى بتزيد $25، كثير مدروسه. الموضوع بيكلف المستشفيات بأكبر مستشفى متعاقدة مع الجامعة اللبنانية $3,000 وبينحل. هيدي فاتورة وحدة، فاتورة دخول وحدة، ما بنعرف ليش السبب، لأنه هيدا استغلال، شايفيننا يد عاملة رخيصة ومش محترمين الخدمة اللي عم نقدمها ولا محترمين اللي عم نعمله للقطاع الصحي.